وانضم إلينا أيضا مشاهدينا الكرام الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية. دكتور عادل بعد التحية، ونحن نتحدث عن الزراعة الآلية والرقمنة والتكنولوجيا وأيضا أن يكون هناك لا زيادة في استخدام المياه حتى يتم أيضا توفير المياه، وهذا ما أكد عليه سيادة الرئيس اليوم، يعني رؤيتك لما يحدث الآن والمشروع الذي شهدناه اليوم تشكى وتشكى الجديدة وتشكى الخير، كيف تراه حتى الآن؟ مساء الخير الأول يا فندم، شكرا على اتصالكم. بحب أطمن سيادتك إن إحنا قطاع الزراعة الآلية تابع لمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة، لديه من المحطات الكثير والكثير والمنتشر على مستوى الجمهورية. لدينا 133 محطة زراعة آلية، وطبعا من ضمنهم محطة زي محطة توشكا والأوينات والفرافرة وغرب غرب المنيا والمغرف مطروح، والمحطات دي طبعا الهدف منها زيادة المساحة المستصلحة ضمن مبادرة فخامة الرئيس السيسي بالمليون ونصف فدان. ومحطة توشكا من المحطات الرائدة واللي بتساهم في عملية التوسع الأفقي وخدمة أهالينا والمزارعين في منطقة توشكا. دكتور عادل، دعنا نتحدث بشكل أكثر تفصيلا عن الزراعة الآلية، كيف تتم؟ ما هي الفوائد من هذا الأمر؟ سيادتك، أي مساحة بيتم استصلاحها تحتاج معدات، وبعد ما بيتم استصلاحها بيتم زراعتها برضه بتحتاج معدات زراعيه. نعم. احنا بنقوم بهذا الدور طبعا بشريكنا في هذا الدور القطاع الخاص. محطه توشكا بتضم معدات استصلاح ومعدات زراعيه. نعم. بتزود المساحه اللي يتم استصلاحها، وفي نفس الوقت بنزود التوسع الراسي من خلال استخدام الميكنه الزراعيه. باسعار بنأجر المعدات دي باسعار مدعمه بتوجيهات معالي وزير الزراعه بضروره تخفيض اسعار هذه العمليه. نعم، الميكنه الحديثه الى اي مدى تكون فارقه في زياده الانتاج وفي جوده الانتاج وايضا في العماله؟ انا اقول لسيادتك يا فندم، طبعا اي محصول بيزرع في المناطق الصحراويه اللي بيتم استصلاحها بيبقى له تكلفه عاليه. وجود الميكنه الزراعيه بتساهم في تخفيض تكلفه الانتاج، بتقلل تكلفه التقاوي، بتزود الانتاجيه، وبتحسن الجوده في المنتج ايضا. نعم، تفاصيل. نعم. كيف يتم هذا الامر عن طريق الميكنه الحديثه؟ انا اقول لسيادتك. نعم. سيادتك، المحصول في بدايه زراعته بيحتاج عمليات زراعيه زي التسويه بالليزر فبيقلل استخدام المياه، وطبعا كل محصول يبقى له مقارن الماء. وجود عمليات التسويه وخاصه تسويه بالليزر تديك المقارن المائي اللي بيحتاجه المحصول، فكل محصول له مقارن مائي، ده بيزود الانتاجيه. نعم. لما بنيجي نخش على عمليات الزراعه بنستخدم الات الزراعه، فبتديني انضباط وضبط في عمليات الزراعيه خلال العمق بتاع الحبوب وكمان في المسافه البينيه للحبوب في الخط الواحد، وده بيساعد ايضا على انه نسبه الانبات تكون عاليه. نعم. بنخش بعد كده على عمليه خدمه المحصول النامي من خلال مقاومه الافات اللي بيتعرض لها المحصول. فاستخدامك للميكنه رش المبيدات بالبومات الرش الموجوده في قطاع الزراعه الاليه ايضا بيساهم في زياده الانتاجيه. تخش بعد كده على عمليات الحصاد، سيادتك عارفه ان كل محصول له ميعاد الحصاد طبعا، والا يحصل هدر في المحصول. استخدامك للميكنه الزراعيه في الوقت المناسب لكل المحاصيل على حسب انواعها واختلافاتها بيزود معاك الانتاجيه وبيزود الجوده، بحيث انه لا يحدث افساد في المحصول بعد الحصاد. بمثال ذلك، لو انت حصدت المحصول ورطوبته عاليه هيؤثر على عمليه التخزين. نعم. وهكذا. نعم، وهذا ما يحدث في توشكا الان، فكره دراسه كل التفاصيل المتعلقه بالزراعة أيا كان نوع الزراعة، دراسة تفاصيلها، مقنن المياه أو قدر المياه التي تحتاجها، المبيدات التي ربما تكون في حاجة إليها أم لا، موسم الحصاد، موسم الزرع، كل هذه المواصفات تتم الآن في توشكا. بالضبط يا فندم، بالضبط يا فندم، وسيادتك تعلمي تماما أن هناك برنامج أو منظومة ترشيد استخدام المياه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية،
طبقا لتوجيهات فخامه الرئيس فتحي السيسي وطبقا لتعليمات وتوجيهات معالي وزير الزراعه السيد القصير بضروره ترشيد استخدام المياه والتحول من طرق الري الغمض الى طرق الري الحديث سواء الرش او الري بالتنقيط. وتوجكا مثال جيد ومثال واضح لاستخدام نظم الري الحديث سواء الري المحوري او الري بالتنقيط. نعم، نظام الري الحديث إلى أي مدى ساعد في توفير استخدام المياه أو عدم إهدار المياه؟ سيادتك، الري الحديث سواء ري الرش أو الري بالتنقيط بيساهم في توفير ما لا يقل عن 25% إلى 30% من كميات الري المستخدمة في نظم الري الأخرى. نعم، وعدم إهدار المياه إلى أي مدى أيضا ساعد في جودة المنتج؟ لأن ربما يكون هناك بعض الزراعات تكون ليست في حاجة إلى مياه كثيرة، والري بالغمر أو الري التقليدي القديم كان ربما يعني يعطيها المزيد من المياه التي لا تحتاجها. سيادتك أشرت النقطة في غاية الأهمية. بعض المزارعين يعتقدوا أن زيادة المياه للمحصول تزود الإنتاجية، ولكن للأسف هذا الامر خطا جدا، لان كل محصول سواء صيفي او شتوي له مقنن مائي على مدار فتره نموه. هذا المقنن كمان في نقطه ثانيه، انه اثناء نموه في خلال فترات نموه كل فتره نمو لها احتياج مائي، وده اللي بيتحكم فيه الري الحديث. اما الري بالغمر طبعا ما بيحصلش تحكم في هذا الامر، فبيقلل الانتاجيه وكمان بيقلل جوده المنتج، لانه هيأثر على التربة من ناحية، ومن ناحية تانية بيساعد على انتشار الأفات في الأرض، وبالتالي فبيقل الإنتاج. نعم، وفي السنوات الأخيرة أصبحت المعلومة الزراعية هامة جدا، المعلومة مهمة حتى يتم توفير المياه، حتى لا يتم إهدار المياه، حتى أيضا يكون هناك جودة في المنتج ولا إهدار في هذا المنتج. تمام يا فندم، تمام. طبعا حضرتك وزارة الزراعة مهتمة بهذا الأمر جدا، مش في الأراضي الصحراوية بس، ولكن في الدلتا ايضا في المساحات الصغيره بيتم اعمال ارشاديه من خلال قطاعات وزاره الزراعه ومديريات الزراعه المنتشره على مستوى الجمهوريه، واحنا كقطاع الزراعه الاليه لنا دور هام جدا في هذا الامر من خلال توفير المعدات اللازمه لمختلف المحاصيل على مستوى الجمهوريه. نعم، ونحن نتحدث عن المياه، ورئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية الموجودة بالفعل، يعني نستصلح أراضي جديدة لكن نحافظ ولا نهدر ولا نتجنى على الأراضي الزراعية الموجودة بالفعل. من المؤكد أن هناك فارق في استخدام المياه، وهناك أيضا فارق في الاستثمارات التي تحتاجها هذه الأراضي عن تلك. دعنا نتحدث أيضا عن هذا الأمر. سيادتك تعرفي ان في هناك مليون ونص فدان، دي مبادره رئاسيه خلال خلاف المليون فدان، المليون فدان في الرابعه والمناطق الثانيه. سيادتك كل الجهود تم حصرها وتم يعني انها تبقى تحت امر هذه الجهات وهؤلاء المزارعين الكبار والمستثمرين الكبار على مستوى الجمهوريه. قطاع الزراعه الاليه بيساهم بشكل واضح ومباشر لانه منتشر على مستوى الجمهوريه، وزي ما قلت لسيادتك ان عندنا محطات في المناطق الهامه جدا اللي هي الفرافره والكوشكا وغرب المنيا والمغرى وكذلك توشكا. نعم، دكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة وهذه المعلومات.